من الفنون الشعبية المعروفة أيضا واللي بتتميز فيها مناطق الجبال بشكل عام، إن كان الزبداني أو بلودان، هو الشعر والزجل. يعني اليوم عم نقول إذا كان الشعر أو الزجل هو أحد أكثر الفنون الشعرية رسوخا وبقاء بالذاكرة الشعبية ببلاد الشام بشكل عام وبسوريا خصوصا، فإنه الفضل بيعود لالتصاقه بوجدان الشعب وبتراثه الضارب بالجذور وللطابع الغنائي الذي يتفرد به عن سواه من فنون الشعر. صحيح يا سلمى، يعني سوريا من أغنى البلدان العربية بالفنون الثقافية الشعبية لاتساع مساحتها وتنوع تضاريسها وثقافة سكانها. اليوم معنا لنتحدث أكثر ونسمع شغلات حلوة بصرنا نرحب بالشاعر حسين زين الدين والشاعر علي أبو عائشة. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما قلنا بالمقدمة، الزجل أو الشعر هيك المحكي مثل ما بيقولوا عنه من أساس التراث البيئة. نعم. بشكل عام. نعم. خلينا نبلش ونحكي عن أهمية هذا النوع. هلا بخصوص الشعر بشكل عام، ولد بأسبانيا. نعم. على يد شاعر قديم جدا يدعى ابن قزمان. هذا الشاعر هو من ابتدع فن الزجل. الشعر قديما موجود عن زمان سوق عكاظ، ولكن هذا النوع من الشعر وجد على يد ابن قزمان بالاندلس ونشر، فمرق بفلسطين والعراق وبسوريا وعاش في لبنان. نتيجة التساق الشعب وتفاهم الناس وتقاربهم من بعضهم، فكانت النتيجة أوسع من سوريا. عندنا في شوية تسيب بالعقلية وليس بالأفكار، أما الشعر موجود بكل إنسان وبكل بكل بكل مخلوق. حتى الطير عنده الشعر، حتى الزهر عنده الشعر. نعم. حتى الشجر عنده الشعر، ولكن نحن بينقصنا الألفة المحبة، ونأمل من الله عز وجل انه ترجع الألفة والمحبة وترجع. أكيد. سوريا احسن ما كانت عليه ان شاء الله يا رب، بوجود هالشرفاء. اكيد. بوجود هالناس وبوجود اللي بذلوا دمهم فداء الوطن. صحيح. ان شاء الله انه ترجع على احسن. يعني استاذ حسين، دائما نحن متعودين بسوريا هي يلي جامعنا هو المحبه. أكيد. فقط محبه الوطن ومحبه. أكيد. بعضنا البعض. ان شاء الله يا رب الله يديمها لهيدي المحبه. امين. رح نحكي مع حضرتك يعني استاذ علي او الشاعر علي. ايضا يمكن هون حكى هيك مقدمه جميله عن تاريخ الشعر، خبرنا أكثر يعني الشاعر هو ابن بيئته. صح. خلينا نحكي قديش الشعر تؤثر البيئة على الشاعر وعلى الشعر. يعني طبعا هو الشعر الشعبي هو ملتصق بالبيئة الشعبية، هو منتشر بالأرياف مثلا عندنا بسوريا أكثر من المدن. صحيح. وهون الطبيعة الملهمة الأساسية للشاعر الزجلي. طبعا الشاعر الزجلي اللي بيحكي شعر شعبي يعني بتغنى بالجبال بالسهول بالأزهار بالوديان، هيدي الإلهام الرئيسي للشاعر الشعبي. نعم. والثقافة. نعم. والثقافة اللي بياخدها من المجتمع من البيئة الشعبية هيدي بتنعكس بشعره، بتنعكس بأفكاره بأصايده اللي بيطرحها وبيحكيها. يعني يمكن دائما الشعر له وقع بنفوس العالم. يعني انا بحس الشعر مثل الموسيقى، ما بيشبهها. صح. صح. يعني طبعا هو موسيقى الشعر. طبعا يعني اذا ترافق معه. ايه. صافيه لانه له وزن معين. تمام. له مقامات يعني بده اجباري في بده وزن كم. طبعا هلا نحن رح يكون مرافق لنا هلا بعد شوي بس ليجهز معنا الاورج، رح يكون مرافق ونسمع شيء خاص منكم، ولكن اذا فينا نسمع شيء بمعزل عن الاورج اذا بتحب. تفضل. تفضل سمعنا شيء من الزجل. هيدي عن الوطن. تفضل. الله يعمره. امين يا رب. بوجود قائدنا المفدى وبوجود الشعب الشريف بسوريا وبوجود المواطن اللي عنده المواطنه بدمه، يعني رضعانا بما بالمفهوم العام مع حليب الام. نعم. منقول حاجي ليل جهجه يا وطننا، يا فجر بمطلعه الحسون غنى،
نسيمك من تقاسيم الموسيقى وزهر نيسان عترابك تهنى ومثل ما العاشق بيعشق عشيقة عشقنا ترابك المنن عجنة يا ساكن نور بقلوب الخليقة يا أوسع صدر غامرنا وحضننا صفينا بوضعك القاسي بضيقة وزمان الحرب بسهام وطعنا وحبسنا جرحة الغصة الغميقة وقت ما الشر ع حالك تجنى ومن الدمعات ومن الدمعات خطينا وثيقة تيحكي يا وطن هالكون عنا وثيقة متوجة بصدق وحقيقة إذا ظرفك جبرنا نفل منك الحقيقة أنت ما فليت منا. يسلم هالتم. الله يسلمك. يسلم هالتم وهالكلمات الحلوة. ما بيفل أكيد الوطن ما بيفل. ما بيفل إن شاء الله ما بيفل. يمكن كتار فلوا من الوطن ولكن قلوبهم هنا أكيد. موجودة أجسادهم خارج. عجبتني الكلمة يمكن الوضع جبرنا لأنه بدنا نذكر إنه مو كل اللي طلع هو بده يترك أكيد. البلد. صحيح. نتمنى اللي طلع يرجع. في ناس طلع دائما نحن بحاجة جسد ولكن روح. الجسد. هذا اللي نحن عم نحكي فيه دائما صح. يمكن سلمى أحيانا ظروفنا تحكمنا صح. شوفت أهالينا شوفت محبينا هي تحكمنا ولكن الوطن يعني وقت بده يحكي واحد عن الوطن بيقول أنا بدي أرجع يعني بعد عمر طويل اندفن بتراب بلدي ما حدا بيقدر انه يندفن بتراب برا بيقضي عمره برا ولكن عودته مثل ما بيقول للوطن هلا هو الوطن بشكل عام نعم. ام بما نعم. تحمل الكلمه من معنى صح ام صحيح اكيد صحيح. صح نسمع ايضا هيك جهز الاورج جهز الاورج معكم بدي عم نحكي مع الاورج هلا اذا جهز ولا لا نعطي جاهز. تفضل بدك مع الأورج ولا بلا؟ لا بدي بس تعليق على فضل. الوطن تفضل قلت له للمغترب بقصيده طويله قلت له وهالاجنبي ما كان غير محتل وهمه يفرق ارض اجدادك لتكون عنده نازح ومنزل ومحتل هو يكون ببلادك بارض الغريبه ان رأت الاحوال وشفت السعادة بجوك النائي يمكن تلاقي بجيبتك أموال لكن وطن ما بظن بتلاقي. اي والله اكيد كمان يسلم هالتم حلوة هاي الكلمات وقديش يعني نحن بهذا الوقت دائما بنقول الدجل او الشعر بالعموم هو تراث تراث الشعوب نحن بنحيا ويمكن هاي الكلمات رح تضل اولاد اولادنا رح نتذكر انه بيوم من الايام استنهضنا وقلنا بهي الكلمات ورجعنا الغايد أكيد. على أرضه خلينا كمان نحكي عن حادثة أو شيء معين مريت فيه خلاك تكتب شيء معين من بعد إذنك يعني أنا أتمنى أنه الشاعر قبل غيره كل ما يتفوه به يجسده حقيقة على الأرض يعني ما يكون حكينا شيء وفعلنا شيء أكيد نحن مو بس الشاعر أي حدا فينا أي حدا طبعا دائما لازم يكون حكينا قول وفعل أكيد. صحيح أكيد أكيد بالضبط نحن هيدي طبعا عن الزبداني بقول له وينه يا زبداني زهر نوار يلي عليك عطور مدرية وينه صدى غنية الأطيار الغنت إلك باللحن غنية وينه النبع يكسر عطش الجرار ويملي قلوب الناس حنية وينه العطر من بقت الأزهار يطرطش ندى عاشم الصبحية وين الإقلام لشفة الأفكار عترابك بدمعات عطرية وين الطفالة وين أهل الدار بأي دني هالناس مرمية وين التلج يفلش عليك ستار تياب العروس بطهر مجلية يا معمرة بإيمان مش بحجار يا معمرة بإيمان مش بحجار وبقلوب كل الناس يا معمرة بإيمان مش بحجار وبقلوب كل الناس مبنية وهلأ طفينا الحرب والإعصار إن شاء الله وهلأ طفينا الحرب والإعصار ونار الحرب بالسلم مطفية حكيوا نجوم
ورددوا الأقمار، كانوا يزوروا الدار يومية، الجنة بحلاكة. وبعد يلي صار بدك تعودي مقصد الزوار وترجع الجنة مثل ما هي. آمين يا رب. نحن هيدي أمنيتنا من الله عز وجل. آمين يا رب. ما شفني عم قلك آمين كأنك عم تدعي. حلو. كأنك عم تدعي هالكلام عن جد، مثل ما بنقول في منشد بيصلي لربه، الشاعر كمان هيك بيدعي ودعواته حلوة. يعني جميلة هيدا الأشعار. الله يبارك يلي بيتعمق بالكلمات. الكلمات يعني بيقولوا المعنى في قلب الشاعر، وعن جد وقت نحن عم نسمع عم نحس في معنى كتير كبير، ما هي مجرد صف كلمات ولكن هي رسائل موجهة من خلال شعر مقفى أو منثور. صحيح. جهز الأورج يا جماعة لنسمع موسيقى. لسه مو جاهز. معناتها نسمع شيء من حضرتك أستاذ علي. زجل. أوف آخ يا زبدان بلقاكي حل عني، الزمان اللي زرع بالقلب عني ورجع لي الزمان اللي من عبيرك سكب عطر وشبع فيك تغني. اشمخي يا جبال ضيعتنا العلي، اعتزي وترك الباقي علي. اتركيني فوق لوح لا نهاية، ارسم صورتك بالشاعري. ما بدي بصورتك اعمل دعاية، عطاك السحر نفحة الوهية، وحسنك كان قبل الكون آية، الك عالكون فضل وافضلية، فضلك ربنا لمن كان جاي عمر كون كنت المرجعية. الله. اخذ من مقلع صخورك كفاية وعمر هالدني بذوق وروية، وعصر زهرات تلاتك لغاية عطر لون جني سرمدية، واخذ من ارضك تراب الهداية، واخذ من نبعك الصافي المي. نعم. وعجنها الرب بكفوف العناية ونفخها وطل الله. ادم والبرية، وبجنة ربنا العالي رواية سمعت ورح بعيدها كيف هي، خطي ادم بتفاحة غواية، خدود خدود حول مسطحية، أكلها وارتكب فيها جناية، ولو ما تكون تفاحة بلدنا مكان الرب مرق له القضية. حلوة كتير. خلينا نسمع منك أستاذ علي، ما بنعرف هيك إذا الموسيقى جهزت. ما جهزت. جهزت الموسيقى. شو حابب تسمعنا أستاذ علي مع الأورج؟ إذا في شي رديات بعدين مع بعضكم يعني. يلا. يلا مع بعض إذا كنا سوا. أحلى بتطلع. ونحن لو بنعرف نغني سلمى كنا غنينا. حلو انه عم يجمعوا بين تراث الزبداني وشي هيك حلو. لا خلي معك المايك اذا بتحب استاذ. يا زبداني بلقاكي حل عني، الزمان اللي زرع بالقلب عني ورجع لي الزمان اللي من عبيرك سكب عطر وشبع فيك تغني. أنا بلشت عمري عسريرك وبلهفة عاطفي حضنك حضني،
ولأني ربيت وسكنت بضميرك وعي في النبوغ بصغر سني. وعلى مغزل عم يغزو حريرك غزلت خيوط موهبتي بتأني، وصرت ودي خيالي عغديرك تقصي القافي بستان فني. يا زبدان المصيري من مصيرك وبلاكي شعر ما بحكي، لأني عجين الشعر طيلاته بخميرك تشاعر بالطليعة طلعت منك لأنك ما طلعت نهار مني. زبداني خلقتي للكيف بجوك ولياليكي، زبداني خلقتي للكيف بجوك ولياليكي، ما ببورد جنح الصيف ما رف جناحه فيكي، ما ببورد جنح الصيف ما رف جناحه فيكي. زبداني قبلي وشمال الله حارس ألعاتك، البدر بعينه عليك مال الشمس بتحلف بحياتك، منحوت العنق من جبال وسلسالك من مياتك، والسهل بكعب السلسال معلق حتى يحليكي، وما بدور الجنح الصيف تيرف جناحه فيكي. يا زبدان انجلنا عيون بهالكون وشفنا تابو، منلاقي الدر المكنون بترابك مش بترابو، ما ببورد جنح الصيف ما رف جناحه فيكي، بقدر ترابك بيكون مخيط بالزهر تيابو، وعليك بيرجع كانون بشرشف تلجي غطيكي، ما ببورد جنح الصيف ما رف جناحه فيكي. يا ضيعة وعينا بكير عصوت طيور الجني، والنحل عنا بتطير حتى من الزهر تجني، وحتى من الزهر تجني، وحتى من الزهر تجني، عنا انواع عصافير كل نوع بنغمي غني، حتى تعودي حلو كتير من دماتي بسقيكي، ما ببورد جنح الصيف ما رف جناحه فيكي. يا بلادي النور بينعد اصله بالنورك جاي، وبودرتي للشمس الخد وقفتي إلها مراية، وقفتي إلها مراية، وقفتي إلها مراية، والبدر الشعشع عن جد وخلى الدنيا مضواي، ما كان بيضوي هالقد لو ما بقلبه مخبيكي، ما ببورد جنح الصيف ما رف جناحه فيكي. حلو، يعني حضرونا هيك شيء للختام، حنختم معكم. يعني حلقتنا اليوم كانت مميزة وخاصة يا سلمى، من ياسمين الشام من الزبداني، هالمطعم المعروف بأجواءه العائلية والمنظر الجميل اللي نحن قاعدين فيه. بندعي كل العالم هلأ يلي ما زاروا هذا المحل يجوا ويقعدوا، ومثل ما قلتي خففوا هيك شوبات الصيف عن جد، ولسه النهار بأوله، لسه الساعة 10:30 تمام. اللي بحب يطلع اكيد ويتوجه لنا. نحن لهون بدنا نقول شكرا لكم، رح يكون الختام بزجليه بينكم، ولكن نشكر اول شيء الجمهور اللي تابعنا اكيد، ونقول لكل متابعي الاخباريه نهاركم سعيد، يا رب جمعه مباركه. يلي ما حضرنا بيقدر يشوفنا بالاعاده ومقتطفات على صفحه الاخباريه السوريه على الفيسبوك. تضلوا بخير وصحه وسلام. باي باي. باي باي. معكم نحن مثل ما الجمال
حلاوة الروح، كمان الغزل حلاوة روح الشاعر. أكيد، تفضل. أنا إذا ما تغزلت بجوز أسعفون. يلا تفضل غزل قد ما بدك، تفضل. أوف 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 عالدرب شفتها واقفة وقفتلها، والباب حتى تطلع فتحتلها، طلعت وكبت علي يفلها، وفتحت إلي من الغرام سجلها، وقالت إلي أمي حلا عاحلها، وأختي مثل ملكة جمال مقلها، وبنت عمي زنبقة بمحلها، وبنت خالي الفل راطب زلها، من قبل ما تكفي وتروي غلها اتطلعت بسيارتي وقلت لها رح بيعها وجبلك بدالة مكروباص يساعك مع العيل الكريم كلها، يساعك مع العيل الكريم كلها. لما إله الكون هالدنيا ابتكار وبريشة الإبداع لونها بصوار، من لون عينك لون البحر الهدار، ومن لون خدك شال مسحة للأمار، ولما بعت عالأرض من عنده جمال خصك بنص ونص تاني للبشر، خصك بنص ونص تاني للبشر. حبيتها وحبيت كحلة عينها، حبيتها وحبيت كحلة عينها، ودقات قلبي بيسألوني وينها، من شان لو وافقت معها عالزواج ما وقف الإكليل بيني وبينها، ما وقف الإكليل بيني وبينها. بهالمناسبة نحن هون ريف دمشق، بدي وجه قصيدة للشاب، قصيدة لدمشق من عندنا من الزبداني. يلا تفضل. باعتبار نحن قاعدين بمطعم بياسمينة الشام. ياسمينة الشام صح. فيكي يا شام بتسهر النجمات سهرة مع الأشواق مصحوبي، ومن بعد سهرة بتاخد الغفوات عدراجك العالشمس منصوبي، غابت شمس هالكون بالعتمات عنها بذات النور بتنوبي، ويا ما كتبتي عالزمن بصمات بقيت عطول الدهر أعجوبي، ونسر اللي فيكي في إلو طلات منه نسور الكون مرعوبي، ويا ما كتبتي بالدني كتابات بحروف من دمات مسكوبي، ولولا حكي التاريخ عن وقفات بتطلع إلك يا شام منسوبي، ومهما الحروب تحملك ويلات ما بتنمحي من صفحتك أمجاد كانت ببصمة دم مكتوبي.